عاشوراء يوافق العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فيوم عاشوراء من الأيام المستحب فيها الصيام، وأصبح سنة مؤكدة عن الرسول عليه أفضل السلام.